هل بيفرق برضو الإعداد البدني من لاعب للتاني؟ هل سواء إذا كان ليه علاقة بالوزن، ليه علاقة بالسن، بالخبرات، كل التفاصيل دي بتفرق معاك وبتقدر تقسم اللعيبة إزاي؟ احنا في حاجه طبعا عندنا اسمها دي ان ايه لكل لاعب، فالدي ان ايه ده بيوضح لكل لاعب الريكفري بتاعه محتاج ايه، بيحتاج ايه قبل المباراه من انواع الكارب. مش كل اللعيبه تخش تاكل اي كارب، في لعيبه معينه بتاكل حاجه معينه، كل جسم بياخد بيقدر يمتص او يتعامل مع الكارب بطريقه معينه، فنوع الكارب اللي بيخش جسمه على حسب الدي ان ايه بتاعه، فده بيفرق كتير جدا في البرفورمانس بتاعه في المباراه. الترتيبات دي مهمة جدا، ترتيبات اللي قبل المباراة سواء تدريبيا أو تغذية، ده حاجة ما فيهاش كلام. كل لاعب بيبقى ليه برنامج مخصص على الدين ايه، طبعا بيبين لنا كل حاجة مش بس التغذية، بيبين لنا حتى الباور بتاعه أو الانفلاميشن بتاعه، ممكن يحصل له التهابات من تمارين معينة نافويد ات، ما ينفعش نشتغل عليها، نعمل له انجري بريفنشن بروجرام، لازم يكون عنده حاجة خاصة بيه هو لكل لاعب. كل لاعب ليه تكنيك او حاجة معينة في ديناميكية معينة في جسمه، لازم كل واحد بيبقى ليه برنامج لوحده سواء اكتيفيشن او انجري بريفنشن بروجرام. طيب لو اتكلمت معاك على الريكفري ولكن المرتبط برضو بالجانب الخاص بالأكل، يعني هل اللاعب يلتزم في مثلا، احنا بنشوف بعض اللعيبة بتزيد في الوزن، بنشوف بعض اللعيبة ممكن انك انت تكون قايل لهم لا ان هم لازم يلتزموا في وزنهم وكده بس ما بيلتزموش، هل بتبقى مدي كل لاعب الشيت بتاعته اللي هيمشي عليها في النظام الغذائي الخاص بيه؟ انا لما كنت شغال في المريخ السوداني كنت بعمل ده لوحدي. دلوقتي احنا زي ما قلت لك في بيراميدز عندنا دكتور عبد الرحمن هو القائم بالدور ده، فبيبقى عامل لكل لاعب طبعا الميل بلان بتاعته، وانا بتشيك وراه بشوف الباور بتاعه في الملعب عن طريق الجي بي اس، بشوف الباور بتاعه، بشوف الكفر ديستانس بتاعته، بشوف الميتابوليزم بتاعته عامله ايه، الارقام دي كلها المعطيات اللي معايا انا بديها للدكتور، بقول له دلوقتي انا اللعيب ده عندي ناقص باور شويه، فهو محتاج يزود شويه في نوع اكل معين على حسب ما بنتفق، اللعيب ده عندي ما بيقدرش يكمل من بعد الدقيقه 60 بالطريقه اللي انا عايزها، عايزين نزود حاجه معينه غير التمارين، انا بتكلم في ده غير التمارين. التمارين طبعا بتبقى ريجاردنج جي بي اس داتا، الداتا اللي باخدها من الجي بي اس ببدا اشتغل عليها واحط البرنامج الاسبوعي للعيبه عندنا، تمام. وده طبعا بيفرق جدا، حتى ما بيبقى في تواصل كمثال للمنتخب، بيبقى في تواصل مع لعيبه المنتخب سواء اللعيبه بتاع بيراميدز او لعيبه انا اعرفهم شخصيا، بالداتا بتاعتهم بتاع الجي بي اس بنقدر نستخرج حاجات نقدر نشتغل عليها سواء تطوير بدني او تطوير ان هو محتاج انواع اكل معينه ان هو تبدا تشتغل معاه. وده بيترجم سواء اذا كانت تدريبات فرديه او جماعيه، يعني هو بيلتزم بالتدريبات الجماعيه مع الفريق ككل، بيكون ليه تدريبات فرديه على حسب الجي بي اس الخاص بيه. مظبوط، كل لاعب دلوقتي بعد المباراه او بعد التمرين بيبقى بنتشيك الداتا بتاعته بعد المباراه او بعد التدريب، بشوف لو هو عامل كفر ديستنس كويس او عامل باور كويس وعامل الفيلوسيتي بتاعته كانت كويسه، الارقام بتاعته عموما مظبوطه، ده بيحتاج حاجات معينه سترينث جوه الجيم، مثلا في لعيبه مش عامله كفر ديستنس معينه، ده بتكلم مع الدكتور اذا كان يقدر يديله حاجه قبل التمرين عشان يبدا بس يخلي الاي تي بي باور بتاعه يبقى عالي شويه نقدر نشتغل عليه. في الجيم كل واحد يبقى ليه انجري بريفنشن بروجرام برضو عن طريق الجي بي اس، لو حد عنده مشكله برضو كل ده بنعرفه عن طريق الجي بي اس، وطبعا مع الميديكال تيم بيبقى عنده سونار وعنده ام ار اي، فبنكونكت مع بعض على طول في البرفورمانس ديبارتمنت.